السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي حبايبي عاملين ايه النهارده؟ يوم مش عادي. ليه بقى؟ اليوم النهارده عيد ميلادي، وانا اخواتي ايه ولادي قالوا لي يا ماما ما تتعبيش نفسك، اعملي لنا اكل بس ما تتعبيش نفسك واكل صعب، اعملي لنا اكل شبه بره. طب ما تجيبوا يا اولاد اكل من بره. قالوا لي بره واحنا ما عارفين ناكل بره، انت خليتينا مش عارفين ناكل اكل من المطاعم يا ماما، حرام عليكي مش عارفين ناكل في اي حته، اكلك من كتر ما هو لذيذ مره. المهم قلت لهم يعني انا كمان يوم عيد ميلادي هعمل لكم اكل. خلاص رحت قررت ان انا اعمل لهم سلطه وعصير، اللي مش عاجبه يتصل يجيب من بره، وطلعت لهم شويه صوصات كمان، قلت بقى ايه يحطوا على العيش وياكلوا كده. بس برضه صعبوا عليا، قلت لا حرام، لا انا هعمل. طلعت بقى واحدتين استريبس من الثلاجه وبطاطستين كده قالتهم، وهعمل لهم احلى سندوتشات من خبز التورتيلا اللي انا عملته معاكم في الفيديو اللي قبل كده. اهو الخبز اهو، بسم الله ما شاء الله، اللي فاكر الحلقه بتاعته اهو شايفين، حطيناه في الفريزر وطلعناه. بص عاملاه قبل رمضان بيومين، اهو داخل على 3 اسابيع، وبسم الله ما شاء الله هنعمل بيه سندوتشات شبه الشاورما بالستريبس، جميله جدا. جربي الوصفه هتلاقيها في الفيديو الثاني بتاع خبز التورتيلا. انا دلوقتي هعمل عصير الفيمتو، انا بقول بسرعه عشان الاذان هيأذن. مفيش، كل سنه طيبين وطيبه يا شيف ناني. عايزه كل الكومنتات، كل الكومنتات بتاعت الفيديو، كل سنه وانتي طيبه يا شيف ناني والعمر الطويل، وادعوا انتوا بقى مش انا اللي هدعي لنفسي. يلا بينا نعمل الفيمتو، احلى فيمتو ده ولا ايه؟ طبعا التلج داب اهو في كاس الليمون بقاله ساعات، ها، وفتح لي باب لهمس العيون وضحك البنات، ها اهو التلج داب اهو في كاس الليمون بقاله ساعات. يا لهوي وقعت، ده وقعت تحت، عادي عادي هنجيبها بعدين بعد الفيديو، بس عشان ايه الفضايح. تمام، ونروح نازلين بالفيمتو القمر ده. ايوه بقى شغل العالي بتاع الشيف ناني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تعيبوش بقى ان هنا فاضل كاسه واحده بس، انا هزود الموضوع ده ميه يعني، بس كده كده حلو كده جدا. بعد ما نزلنا بالفيمتو، نزلنا بقى ايه بنفس ازازه الفيمتو، بس انا حاطه فيها ميه ساقعه متلجه، بحتفظ بالازايز دي عشان بتخلي طعم الميه روعه. ايه رايكم بقى كده؟ تمام كده حلو عشان ما يبقاش خفيف قوي. حبايب قلبي خلصنا عصيرنا، وعملنا كمان ال الشمندر او البنجر بتاعنا، هنتبل بيه كده كانك بالظبط في مطعم سلطه بكل انواعها. هنقلبها بقى طبعا، هنا مفيش معلقه بس مش هروح ورايا بقى، بس والله اللي اجيب معلقه. اهي يا بنات احلى سلطه. بصي المكونات، كابتشو وجزر وخس موف وخس اخضر وخيار، بصي الجمال. تبلتها بشويه ملح وليمون وشويه كمون، طبعا ممكن تزودي عليها خل. تمام اهي احلى سلطه في الدنيا. السندوتشات بقى التورتيلا اللي انا قلت لك عليها، الخبز بقى بصي عملت ايه، الرغيف بتاعي كده حطيت فيه الفراخ، قطعتها كده 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 بالطول، بعد كده نزلت عليها بالبطاطس اهي، نزلت عليها بالبطاطس، وبعد كده نزلت عليها بالصوصات اللي بيحبوها ولادي او انا بحبها، يعني انا حطيت كاتشب ومايونيز ومستردة. عايزه تحطي توميه، عايزه تحطي خيار مخلل، بيبقى روعه جدا. وتروحي لفه السندوتش كده ومنزلاه في الجريل مره قدام ومره من ورا، ويطلع معاكي كده روعه، ولا احلى ولا اطعم من سندوتشات جوه اللي هي بتاعت بره. وتابعيني واكتبي لي كل سنه وانتي طيبه يا ناني، فرحيني كده، ودي هديتك ليا ان انتي تتابعيني وان انتي تعملي لي كومنتات وقلوب كتير، وفرحوا قلبي وطلعوا لي الفيديو دوت اكسبلور. بحبكم في الله، والله يسعدكم، ويا رب يجعل كده رمضان ما يخلص الا ما يكون جابر بخاطرنا جميعا وساترنا يا رب، وكل حد نفسه في حاجه ربنا يحققها له. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو اخر.